بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. أما بعد، فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة المزمل: ثم قال الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، أي تارة هكذا وتارة هكذا، وذلك كله من غير قصد منكم، ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من قيام الليل. أي تارة هذا وهذا؟ أحسن عليكم. أي تارة هكذا وتارة هكذا، وذلك كله من غير قصد منكم، ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من قيام الليل، لأنه يشق عليكم. ولهذا قال: والله يقدر الليل والنهار، أي تارة يعتدلان، وتارة يأخذ هذا من هذا وهذا من هذا. علم أن لن تحصوا. تارة هكذا وهكذا، إشارة إلى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، إلى هذا وهذا. والله يقدر الليل والنهار. والله يقدر الليل والنهار، يعود إلى تقدير الليل والنهار. نعم، هو قال: ولهذا قال: والله يقدر الليل والنهار، أي تارة يعتدلان، وتارة يأخذ هذا من هذا وهذا من هذا. قبل أول ما قرأت: ثم قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، أي تارة هكذا وتارة هكذا. هذا قبل والله يقدر الليل والنهار، ترك هكذا واحد. أدنى من ثلثين ونصفه وثلثه وطائفة منه، يعود إلى يمكن الأدنى والنصف والثلث. نعم. إن ربك نعم. نعم. أي تارة هكذا وهكذا، يعود على الثلث والنصف. نعم. إن ربك أدنى من ثلثين ونصفه وثلثه وطائفة منه. ثم قال: والله قدر الليل والنهار، على تارة يعتدل. نعم. علم أن لن تحصوه، أي الفرض الذي أوجبه عليكم. قبل الله يقدر الليل والنهار. أحسن عليكم. ولهذا قال: والله يقدر الليل والنهار، أي تارة يعتدلان، وتارة يأخذ هذا من هذا وهذا من هذا. علم أن لن تحصوه، أي الفرض الذي أوجبه عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. تحصوه يعني تطيقوه. تحصوه يعني نعم. حقائق ذلك، يعني قلت ايش؟ تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيام به. وقيل: أي لن تطيقوا قيام الليل. هذا هو الظاهر. أنت تطيق معرفة حقائق؟ إيش معرفة حقائق؟ حقائق إيش؟ ذلك القيام. كيف معرفة حقائق ذلك والقيام به؟ معرفة حقائق ذلك، حقائق أي شيء؟ أنت معرفة حقائق ذلك، إيش كان مع علم أن لم تطيق قيام الليل؟ هذا هو الظاهر. نعم. القول الأول صح، فإن قيام الليل ما فرض كله قط. إيش؟ هذا إيش علم أن تحصوه؟ أي لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيام به. وقيل: أي لن تطيقوا قيام الليل، والأول أصح. الأول صح، حقائق ذلك. أي حقائق الضمير يعود إلى أي شيء؟ كيف معرفة حقائق ذلك؟ ذكر قبل ذلك: يعلم مقادير الليل والنهار على حقائقها. إيه مقادير الليل على حقائقها، يعود إلى قول: والله يقدر الليل والنهار. حقائق مقادير الليل والنهار على ما هي عليه. نعم. في تقدير الليل والنهار، والله أعلم. نعم. قاعدة على هاء تحصوه. الله أعلم. نعم. أي ليل والنهار. ثم هو قال القول الأول صح. إيه لن تحصوا في قيام الليل ولا لن نعم. فقرأوا ما تيسر من القرآن، أي من غير تحديد بوقت، أي ولكن قوموا من الليل ما تيسر. وعبر عن الصلاة بالقراءة كما قال في سورة سبحان: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، ولا تخافت بها. فقرأوا ما تيسر من القرآن، يصلوا ما تيسر من الصلاة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بهذه الآية وهي قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن على أنه لا يجب تعين قراءة الفاتحة في الصلاة، بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية أجزأه. واعتضدوا بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت وهو في الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. بما في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بأم القرآن. وقوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، أي علم أن سيكون من هذه الأمة ذو أعذار في ترك قيام الليل من مرضى لا يستطيعون ذلك، ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجر، وآخرين مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل الله. وهذه الآية بل السورة كلها مكية، ولم يكن القتال شرع بعد، فهي من أكبر دلائل النبوة، لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة. ولهذا قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، أي قوموا بما تيسر عليكم منه. قال ابن جرير حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أبي رجاء محمد قال قلت للحسن يا أبا سعيد ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه ولا يقوم به إنما يصلي المكتوبة؟ قال يتوسد القرآن، لعن الله ذاك. قال الله تعالى للعبد الصالح وإنه لذو علم لما علمناه وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قلت يا أبا سعيد قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن؟ قال نعم ولو خمس آيات. وهذا ظاهر من مذهب الحسن البصري أنه كان يرى حقا واجبا على حملة القرآن أن يقوموا ولو بشيء من الليل ولو بشيء منه في الليل. ولهذا جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل نام حتى أصبح فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، فقيل معناه نام عن المكتوبة، وقيل عن قيام الليل. وفي السنن أوتروا يا أهل القرآن، وفي الحديث الآخر من لم يوتر فليس منا. وأغرب من هذا ما حكي عن أبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة من إيجابه قيام شهر رمضان، فالله أعلم. وأغرب من هذا ما حكي عن أبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة من إيجابه قيام شهر رمضان، فالله أعلم. يعني الحسن أوجب أن يقوم شيء من الليل ولو بخمس آيات، وأغرب منه من يوجب قيام الليل في رمضان هو أبو بكر بن عبد العزيز. نعم. ترجم له. نعم، هنا قال وعبد العزيز ابن جعفر ابن أحمد الحنبلي أبو بكر صاحب الخلال وشيخ الحنابلة وعارمهم وصاحب التصانيف، روى عن موسى بن هارون وأبي خليفة الجمحي وجماعة، توفي في شوال سنة 63 و300 وله 78 سنة، وكان صاحب زهد وعبادة. نعم. وقال الطبراني حدثنا أحمد بن سعيد بن فرقد الجدي قال حدثنا وقال الطبراني حدثنا أحمد بن سعيد بن فرقد الجدي. الجدي هكذا ضبطها الشكل. نعم أحسن. قال حدثنا أبو حمة محمد بن يوسف الزبيدي قال حدثنا عبد الرحمن بن طاووس من ولد طاووس عن محمد بن عبد الله بن طاووس
عن أبيه عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا ما تيسر منه، قال 100 آية. وهذا حديث غريب جدا لم أره إلا في معجم الطبراني رحمه الله. قال أخرجه الطبراني، وقال الهيثمي فيه عبد الرحمن بن طاووس ولم أعرف. هنا قال نقل أيضا عن الهيثمي في المجمع فيه عبد الرحمن بن طاووس ولم أعرفه وبقية رجاله وثقوا، انتهى. وفيه محمد بن عبد الله بن طاووس وثقه ابن حبان وحده، فالحديث ضعيف. اسمه الحديث. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا ما تيسر منه، قال 100 آية. أحسن الله عليكم. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم وآتوا الزكاة المفروضة. وهذا يدل لمن قال إن فرض الزكاة نزل بمكة لكن مقادير النصب. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم وآتوا الزكاة المفروضة. وهذا يدل لمن قال إن فرض الزكاة نزل بمكة لكن مقادير النصب والمخرج لم تبين إلا بالمدينة، والله أعلم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة في الزكاة وكذلك الصلاة شرعت في مكة ولم تشرع الجماعة والأذان إلا في المدينة. نعم. أحسن الله عليكم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من السلف: إن هذه الآية نسخت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولا من قيام الليل، واختلفوا في المدة التي. وقد قال إيش؟ وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من السلف: إن هذه الآية نسخت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولا من قيام الليل، واختلفوا في المدة التي بينهما على أقوال كما تقدم. التي بينهما بين إيش؟ بين الفرض والنسخ الظاهر. أحسن الله عليكم. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: 5 صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وقوله تعالى: وأقرض الله قرضا حسنا، يعني من الصدقات، فإن الله يجازي على ذلك أحسن الجزاء وأوفره، كما قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقوله تعالى: وأقرض الله قرضا حسنا، يعني من الصدقات، فإن الله يجازي على ذلك أحسن الجزاء وأوفره، كما قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، أي جميع ما تقدموه بين أيديكم فهو لكم حاصل، وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا. أي جميع ما تقدموه بين أيديكم فهو لكم حاصل، وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: اعلموا ما تقولون. قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله. قال: إنما مال أحدكم ما قدم، ومال وارثه ما أخر. ورواه البخاري من حديث حفص بن غياث، والنسائي من طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش به. ثم قال تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، أي أكثروا من ذكره واستغفاره في أموركم كلها، فإنه غفور رحيم لمن استغفره.
آخر تفسير سورة المزمل، ولله الحمد والمنة، وصلواته وسلامه على خير خلقه محمد وآله وصحبه. منصور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذه آية طويلة، قال الإمام أحمد رحمه الله: يكره أن يقتصر على آية إلا إذا كانت طويلة. هذه الآية: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثين ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، إن الله تعالى أنك تقوم هذا تارة هكذا وتارة هكذا وتارة هكذا، أدنى من ثلثي الليل يعني أقل منه، ونصفه وثلثه وطائفة، والله يقدر الليل والنهار، يعلم سبحانه وتعالى مقادير الليل والنهار، فإن الليل والنهار تارة يعتدلان وتارة يأخذ أحدهما من الآخر، فيأخذ الليل من النهار حتى ينتهي في شدة البرد، ينتهي في الطول، ثم يأخذ النهار شيئا فشيئا حتى ينتهي طول النهار في شدة الحر، وهكذا، وتارة يعتدلان في فصل الربيع وفي فصل الخريف، اعتدالان في فصل الربيع يعتدلان ثم يطول الليل، وفي فصل الربيع يعتدلان ثم يطول النهار، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه، لن تعلموا تفاصيله وعلم ذلك، ولن علم أن لن تحصوه، والله تعالى عالم بتفاصيل ذلك، ولا يخفى عليه شيء، أو علم أن لن تحصوه أن لن تطيقوا قيام الليل، فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني صلوا ما تيسر، صلوا ما تيسر، قراءة تسمى صلاة، مثل قوله تعالى: فاقرأوا، ولا تجعل صلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وارتب بصلاتك يعني بقراءتك، ولا تجعل بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وكذلك قول تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، صلاة الفجر، علم أن فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا هو النسخ، نسخ وجوب قيام الليل، فاقرأوا ما تيسر منه، يعني صلوا ما تيسر، فاقرأوا ما تيسر منه. واستدل الحنفية بهذه الآية بعمومها على أنه لا تجب قراءة الفاتحة، يقول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولو قرأ من غير الفاتحة أو آية صحت الصلاة. هذا استدلال بالعموم، ولكن كما بين الجمهور حديث عبادة: لا صلاة إلا من يقرأ بفاتحة الكتاب، كل صلاة إلا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، حديث المسيء كمجمل، هذا ولا هي مجملة، اقرأ ما تيسر من القرآن، استدلوا بالمجمل من الآية والحديث. كذلك وجوب إجابة الحسن على حفظة القرآن مما تيسر، أيضا هذا من أقوال، قد يقال هذا من أقوال الشاذة، وكذلك أبو بكر عبد العزيز إجابة قيام رمضان، هذه من الأقوال الضعيفة جدا. فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذه الآية أيضا دليل على أنه لا يجب غير الصلاة، أقيم الصلاة مع الحديث: خمس صلوات في يوم وليلة كتبهن الله على العباد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إجابة الصلاة الخمس قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، فأقيم الصلاة وآت الزكاة. وذكر
ذكر الحافظ أن هذا فيه وآخر إيش فقرة ومن يسر منه علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيله. هذه الأعذار وأنه لا يجب قيام الليل. وهذه هي من علم الغيب الذي أعلم الله أخبر الله به عباده، سيكون منكم مرضى وسيكون منكم مقاتلون قبل فرضية الجهاد، فرضية الجهاد بعد ذلك. والآية السورة مكية، الله تعالى أخبر أنه سيكون هناك من الأعذار مرضى ومسافرون ومجاهدون في سبيل الله قبل أن يفرض الجهاد. فهذا من علم الغيب الذي أخبر الله به عباده، ومن الأعذار ما قال واقم ابتغوا من فضل الله فاقرأوا اقرأوا ما تيسر منه. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، يعني صلوا ما تيسر، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. كذا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فرضيتهما في مكة، ثم التفاصيل في المدينة، تفاصيل نصب الزكاة والنصب والحول والمقادير في مكة، وكذلك الصلاة فرضت في مكة وتفاصيلها من الأذان ووجوب الجماعة وغير ذلك من التفاصيل كانت في المدينة. وأقيموا الصلاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، في حث على الصدقة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله، يعني ما يقدمه الإنسان من الصدقات والإحسان يجده موفرا عند الله، أحوج ما كان إليه، هو خير وأعظم أجرا من إبقائه، بل إن إبقائه قد يكون إذا لم يخرج شيء الواجب ويكون وبالا عليه ويكون إثما. واستغفر الله يسأله المغفرة فإنه غفور رحيم سبحانه وتعالى، من تاب إليه واستغفره وأناب إليه فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائب ويغفر لمن استغفره، فهو سبحانه وتعالى غفور رحيم. غفور رحيم فيه إثبات المغفرة وإثبات الرحمة، وإثبات اسم الغفور واسم الرحيم، يتوسل بهما المسلم يقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني. فمن استغفر الله مع التوبة والندم والإقلاع ورد المظلمة إليه تاب الله عليه أيا كان الذنب، فهو سبحانه وتعالى غفور رحيم. نعم. العاجز، نعم، ما جاء في الحديث يسبح ويحلل ويكبر حتى يأتي الوقت، ثم يتعلم بعد الوقت حتى يأتي الوقت الثاني. نعم، لا شك، أقول لا شك في هذا، لأن كلام شيء من القرآن هذا يعني أعلى من كونه يسبح. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في تفسير سورة المدثر: ثبت في صحيح البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر أنه كان يقول:
أول شيء نزل من القرآن أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر، وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما سيأتي ذلك هناك إن شاء الله تعالى. قال البخاري نعم أول، ويحمل قوله جابر أول يعني أول ما نزل بعد فترة الوحي، أول نزول القرآن على الإطلاق اقرأ، وأول نزولها بعد فترة الوحي يا أيها المدثر، لأن فترة الوحي النبي صلى الله عليه وسلم. فجابر قال أول يعني ليست أوليها على إطلاقها، الأول بعد فترة الوحي، وأما أول الإطلاق هذا واضح من الحديث، وأن جبريل تبدأ للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة التي خلق عليها له 600 جناح، وأنه غطه ثلاث كل مرة يقرأ يقول ما أنا بقارئ، حتى قال في الثلاثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم على الإنسان ما علم. هذا واضح من الحديث أول ما نزل، ثم فتر الوحي، فنزل عليه بعد فتر الوحي يا أيها المدثر. نعم. قال البخاري حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن عن أول ما نزل من القرآن فقال يا أيها المدثر، قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل ما قلت لي، فقال جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جاورت بحراء فلما قضيت جواري جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا. قال فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، هكذا ساقه من هذا الوجه. وقد رواه مسلم من طريق عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة قال أخبرني جابر عن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه عن فترة الوحي صحيح بينهم بعد فترة الوحي، عن جابر عن عبد الله عن جابر كذا عن عبد الله عن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من؟ ابن عبد الله ابن عبد الله ما في عن عبد الله عندك عن عندي ها يعني لا جابر ابن عبد الله نعم نبات حياة الوحي صحيح قال إيش عن جابر عبد الله قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجؤثت منه حتى هربت إلى الأرض، فجئت إلى أهلي فقلت زملوني. فجئثت روي هذا وهذا فهويت يا أبو لا هويت لا ضبطها عندك شو ضبطها الآن هويت الظالم هويت من الهوى ربس يختلف المعنى هويت يعني صار له هوى هويت المرأة رغبت فيها أما هويت سقطت شوف كره ضبطه
فهويت وإيش حتى هربت أحسن الله عليك. فجئت منه حتى هربت إلى الأرض، فجئت إلى أهلي فقلت زملوني زملوني، فزملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله فهجر. قال أبو سلمة والرجز الأوثان، يعني هذا ظاهر في أنه كان بعد فترة الوحي، فيحمل ما جاء عن جابر رضي الله عنه نفسه أنه قال أول ما نزل علي يعني بعد فترة الوحي، بعد فترة الوحي ولم ينتبه جابر رضي الله عنه، يظن أنها الأولية مطلقة. نعم. ثم حمي الوحي بعده قال أبو سلمة والرجز الأوثان. نعم. ثم حمي الوحي والرجز فهجر، الرجز الأوثان قم فأنذر ربك فكبر والرجز فهجر. نعم. ثم حمي الوحي وتتابع، هذا لفظ البخاري، وهذا السياق هو المحفوظ، وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا لقوله فإذا الملك الذي كان بحراء، وهو جبريل حين أتاه بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا إيش؟ وهذا وهو جبريل قبل، وهذا وهذا السياق هو المحفوظ، وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا لقوله فإذا الملك الذي كان بحراء وهو جبريل حين أتاه بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم. وقول كذلك بعد فترة الوحي في موضعين، الموضع الأول قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء، هذا يدل على أنه ليست الأولية مطلقة، والثاني قوله في الحديث بعد فترة الوحي، دل على أن الجزائي المدثر بعد فترة الوحي، وأما الأولية المطلقة فيها اقرأ. نعم. حافظ من حجر قال حتى أهويت كذا للأكثر وللتشنينني حتى هويت بفتح أوله وثانيه. هويت سقط، هويت من سقط، أما هويت يختلف المعنى من الهواء، هويت من الهواء، الهواء السقوط، ومن الهوية هوية. نعم. 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 ثم إنه حصل بعد هذا فترة ثم نزل الملك بعد هذا، ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي قبل ثم إنه قبل وهذا السياق هو المحفوظ. نعم. وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا لقوله فإذا الملك الذي كان بحراء وهو جبريل حين أتاه بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم. ثم إنه حصل بعد هذا فترة ثم نزل الملك بعد هذا. نعم. ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة كما نعم. قال الإمام أحمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة، فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت لهم زملوني زملوني، فزملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. ثم حمي الوحي وتتابع، أخرجاه من حديث الزهري به. وقال الطبراني حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار قال حدثنا الحسن بن بشر البجلي قال حدثنا المعافى بن عمران عن إبراهيم بن يزيد سمعت ابن أبي مليكة يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاما فلما أكلوا منه قال ما تقولون في هذا الرجل، فقال بعضهم ساحر. إن من الوليد بن المغيرة نعم صنع لهم طعاما فقال نعم
يقول إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاما فلما أكلوا منه قال ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم ساحر، وقال بعضهم ليس بساحر، وقال بعضهم كاهن، وقال بعضهم ليس بكاهن، وقال بعضهم شاعر، وقال بعضهم ليس بشاعر، وقال بعضهم بل سحر يؤثر. فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحزن وقنع رأسه وتدثر، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. وفي قول الله تعالى قم فأنذر أي شمر عن ساق العزم وأنذر الناس بها، وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة. إيش تقرأ كتاب ولا تقرأ بالجوال هذا؟ إيش طعم لائية كثير كتاب يعني نفس الكتاب. إيش فأنذر أعد أي شمر عن ساق العزم وقوله قم فأنذر، وقوله قم فأنذر أي شمر عن ساق العزم وأنذر الناس، وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة. وقوله يعني قم فأنذر صار بذلك رسول، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق هنا حصلت النبوة صار بذلك نبيا، ثم فتر الوحي فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر حصل بذلك الرسالة صار رسولا، أنذر الناس على الشرك وحذرهم بأس الله ويقبته وأمرهم بتوحيده قم فأنذر وربك فكبر عظم ربك بالتوحيد وثابك فطهر أعمالك من الشرك والرجز فهجر الأصنام وهجرها تركها والبعد عنها واعتقاد بطلانها ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. نعم. وربك فكبر أي عظم. وقوله تعالى وثيابك فطهر قال الأجلح الكندي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية وثيابك فطهر، قال لا تلبسها على معصية ولا على غدرة، ثم قال أما سمعت قولا غيلان ابن سلمة الثقفي فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. وقال ابن جريد عن وثيابك فطهر قال الأجلح الكندي عن عكرمة عن ابن عباس أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية وثيابك فطهر قال لا تلبسها على معصية ولا على غدرة، ثم قال أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع ولا من غدرة أتقنع. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية وثيابك فطهر قال في كلام العرب نقي الثياب، وفي رواية بهذا الإسناد فطهر من الذنوب، وكذا قال إبراهيم الشعبي وعطاء، وقال الثوري عن رجل وكذا قال إبراهيم والشعبي وعطاء وقال الثوري عن رجل عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية وثيابك فطهر قال من الإثم، وكذا قال إبراهيم النخعي، وقال مجاهد وثيابك فطهر قال نفسك ليس ثيابه، وفيه رواية عنه وثيابك فطهر أي عملك فأصلح، وكذا قال أبو رزين، وقال في رواية أخرى وثيابك فطهر أي لست بكاهن ولا ساحر فأعرض عما قالوا، وقال قتادة وثيابك فطهر أي طهرها من المعاصي،
وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يفي بعهد الله. إيش قبله جابك وطهر ابن عباس لا تلبس على معصية. الثياب تطلق على الأعمال، يعني طهر أعمالك من الشرك، وقيل طهر ثيابك يعني من النجاسة على ظاهره، هو طهر طهره من المعاصي، طهر ثيابك من أعمالك من الشرك والمعاصي يعني، وقيل طهر ثيابك يعني من النجاسات، لكن هذا كان في مكة قبل أن تفرض، يعني أصل النجاسة والطهارة هذا في أول الهجرة، ولهذا محققون على أن المراد هنا بالثياب الأعمال، أعمالك طهر أعمالك من الشرك ومن المعاصي. عادوا. نعم. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية وثيابك فطهر، قال في كلام العرب نقي الثياب، وفي رواية بهذا الإسناد فطهر من الذنوب. نعم. وكذا قال إبراهيم والشعبي وعطاء. وقال الثوري عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية وثيابك فطهر، قال من الإثم. وكذا قال إبراهيم النخعي. وقال مجاهد وثيابك فطهر، قال نفسك ليس ثيابك. وفي رواية عنه وثيابك فطهر أي عملك فأصلح. وكذا قال أبو رزين وقال وفي رواية أخرى وثيابك فطهر أي لست بكاهن ولا ساحر فأعرض عما قالوا. وقال قتادة وثيابك فطهر أي طهرها من المعاصي. وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يفي بعهد الله إنه لدنس الثياب، وإنه لدنس الثياب. وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يفي بعهد الله إنه لدنس الثياب، وإذا وفى وأصلح إنه لمطهر الثياب. لمطهر الثياب. إيه؟ وقال عكرمة الثياب المعنوي، الثياب المعنوي لأعمال الإنسان ثياب له وستر له، سمى إذا وفى إذا لم يفي دنس الثياب، وإذا وفى طاهر الثياب. وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يفي بعهد الله إنه لدنس الثياب، وإذا وفى وأصلح إنه لمطهر الثياب. وقال عكرمة والضحاك لا تلبسها على معصية. وقال الشاعر إذا المرء لم قال من وقال عكرمة والضحاك لا تلبسها على معصية. وقال الشاعر إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وثيابك فطهر يعني لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائب، ويقال لا تلبس ثيابك على معصية. وقال محمد بن سيرين وثيابك فطهر أي اغسلها بالماء. وقال ابن زيد كان المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه. وهذا القول اختاره ابن جرير، وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب. فإن العرب تطلق الثياب عليه كما قال امرؤ القيس أفاطم مهلا بعد هذا التذلل وإن كنت قد أزمعت هجري فأجملي وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. وقال سعيد بن جبير أفاطم مهلا، وقال ابن القيس
وقال كما قال امرؤ القيس: أفاطم مهلا بعد هذا التدلل بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت هجري فأجملي، وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. يعني أطلق يعني أطلق الثياب على الأعمال يعني، ولا ما نعلم شو الآية للأمرين يعني. ثيابك من المعاصي، طهر أعمالك من المعاصي وطهر ثيابك من النجاسات. لكن الأمر الأول هو المقصود، والمقصود الدرجة الأولى، لأن في مكة هذا قبل شرعية غسل الثياب والتفصيل أحكام الطهارة، لما هذا كان في المدينة، هذا في مكة. المقصود الأول تطهير الأعمال من الشرك ومن المعاصي. نعم. وقال سعيد بن جبير: وثيابك فطهر، وقلبك ونيتك فطهر. قلبك ونيتك، نعم. وقال محمد بن كعب القرظي والحسن البصري: وخلقك فحسن. وقوله تعالى: والرجز فاهجر السم. يعني الحاصل لا يشامل الأمرين، ولكن الأمر الأول هو المقصود في الأصل، وهو تطهير الأعمال من الشرك والمعاصي، وثيابك وطهر. وإذا اختار الإمام محمد عبد رحمه الله اختار الأعمال، قال: وثيابك وطهر، يعني أعمالك من الشرك. نعم. صلى الله عليه. ها؟ يتشمل الأمر، لكن الداخل دخول، يدخل دخول أوليا هو الأعمال. طهر أعمالك من الشرك ومن المعاصي، هذا هو الأصل، هو المقصود الأول. والثاني تبع، لأن في مكة لا، ما تفاصيل الطهارة ما كانت في المدينة. لأنه لأن هذا يعني طريقة القرطبي توسع في الفقه. السلام الله عليكم. نعم. وقوله تعالى: والرجز فاهجر، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: والرجز وهو الأصنام فاهجر. وكذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة والزهري وابن زيد: إنها الأوثان. وقال إبراهيم والضحاك: والرجز فاهجر، أي ترك المعصية. وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك، كقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله. على كل حال، وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك، كقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، قال ابن يعني عباس: لازم أن يكون تلبس بشيء من ذلك. قل: يا أيها النبي اتق الله، وهو قد اتقى ربه. يا أيها النبي اتق الله، يعني لا، والرجز فاهجر، لا يلزم من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم متلبس بشيء من الأصنام. قل: اهجرها. إذا يقول: ونجينا ونجينا وكانوا يتقون، لازم ذلك أنهم تلبسوا بشيء من أعمال الكفرة الذين عذبوا بها. مقصود أن هذا ذكر المؤلف هنا الظاهر يقول: يا أيها النبي اتق الله، وقد اتقى الله. فلازم أن يكون عليه السلام تلبس بالشرك أو بالأصنام من قوله: والرجز فاهجر، إنك متلبس من أتركها. لا، هو عليه السلام عصمه الله حتى في الجاهلية، لم يسجد للصنم، ولم يحتفل بعيد من عاد المشركين، ولم يشرب خمرا عليه الصلاة والسلام. نعم، صانه الله، صلى الله عليه. لكن المراد يعني هو والأمة تبعوا له هذه الأصنام وتركها. نعم.
وقوله تعالى ولا تمنن تستكثر قال ابن عباس لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها. وكذا قال عكرمة ومجاهد وعطاء وطاووس وأبو الأحوص وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم. وروي عن ابن مسعود أنه قرأ ولا تمنن أن تستكثر. وقال الحسن البصري لا تمنن بعملك على ربك تستكثر. وروي عن ابن مسعود أنه قرأ ولا تمنن أن تستكثر. وقال الحسن البصري لا تمنن بعملك على ربك تستكثره. وكذا قال الربيع بن أنس واختاره ابن جرير. لا تمنن بعملك على ربك تستكثر أو لا تمنن لا تعطي العطية تطلب أكثر منها. لا تمنن على ربك تستكثر لا تعطي العطية أو لا تمنن على ربك تستكثر على ربك. قال لا تمنن بعملك على ربك تستكثره. وكذا قال الربيع بن أنس واختاره ابن جرير. وقال خصيف عن مجاهد في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر قال لا تضعف أن تستكثر من الخير قال تمنن في كلام العرب تضعف. يستكثر من عمل الخير. نعم. عن مجاهد في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر قال لا تضعف أن تستكثر من الخير قال تمنن في كلام العرب تضعف. وقال ابن زيد لا تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها تأخذ عليها عوضا من الدنيا. فهذه أربعة أقوال والأظهر القول الأول والله أعلم. ما هو القول الأول؟ تبك وطحر يعني. والقول الأول لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها أكثر منها. لا هذا الأول. والثاني قول ابن مسعود ولا تمنن أن تستكثر. قال حسن لا تمنن بعملك على ربك تستكثره. ومجاهد يقول لا تضعف أن تستكثر من الخير. وابن زيد لا تمنن بالنبوة على الناس. لا ابن زيد إيش؟ قال لا تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها تأخذ عليها عوضا من الدنيا. نعم. أو لا تستكثر تعطي العطية تطلب منها. أو لا تستكثر إيش؟ أو لا تمنن بعملك على ربك. نعم تمنن بعملك. أو لا تضعف أو لا تمنن بالنبوة على الناس. نعم. ولا معنى من شمل لا إله كلها. نعم. صلى الله عليه. لا تعطية فتكثر. لا تعطي مالك مصانعة لتعطى أكثر منه. وهذا قول أكثر المفسرين. وقوله تعالى ولربك فاصبر. يعني الحافظ رجح هذا وكذلك قرطبي. ها قرطبي ولا البغوي. صلى الله عليه. وقوله تعالى ولربك فاصبر أي اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك عز وجل. قاله مجاهد. أي اصبر إيش؟ ولربك فاصبر. ولربك فاصبر أي اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك عز وجل. قاله مجاهد. وقال إبراهيم النخعي اصبر عطيتك لله عز وجل. وقوله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. كم قلت لربك فاصبر. ولربك فاصبر أي اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك عز وجل. قاله مجاهد. وقال إبراهيم النخعي اصبر عطيتك لله عز وجل. وقوله تعالى فإذا نقر يصبر يعني اجعل صبرك لله ترجو ثواب الله أو اجعل صبرك عطيتك. نعم. أصبر على طاعته ومنه ونهيه إيش تجد لأجل ثواب الله. تجد ثواب الله لا ريان ولا سمعة. هذا هو الأقرب. نعم. وقرطبي قال ولسيدك ومالكك فاصبر على أداء فرائضه
وعبادته. رجاء ثواب الله. نعم. صلى الله عليه. وقوله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وزيد بن أسلم والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدي وابن زيد الناقور الصور. قال مجاهد: وهو كهيئة القرن. إذا نقر في الناقور الصور كهيئة القرن ينفو فيه إسرافيل عليه الصلاة والسلام وصاحب القرن. الحديث يقول: كيف أنعم وصاحب القرن قد تقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر. نعم. صلى الله عليه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فإذا نقر في الناقور فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد ارتقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. قال: فقال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وهكذا رواه الإمام أحمد عن أسباط به، ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن ابن فضيل وأسباط كلاهما عن مطرف به، ورواه من طريق أخرى عن العوفي عن ابن عباس به. وقوله تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير، أي شديد، على الكافرين غير يسير، أي غير سهل عليهم، كما قال تعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسير. وقد روينا عن زرارة بن أوفاء قاضي البصرة أنه صلى بهم الصبح. وقد روينا عن زرارة بن أوفاء قاضي البصرة أنه صلى بهم الصبح فقرأ هذه السورة، فلما وصل إلى قوله: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، شهق شهقة ثم خر ميتا رحمه الله. إيش هذا؟ وقد روينا عن زرارة ابن أوفى قاضي البصرة أنه صلى بهم الصبح فقرأ هذه السورة، فلما وصل إلى قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، شهق شهقة ثم خر ميتا رحمه الله. صلى الله من التابعين، وهذا يحصل من التابعين، يحصل لهم الموت ويحصل بعض الصعق والغشيان، والصحابة أكمل منهم كما قال الله: توجل قلوبهم وتلين قلوبهم لذكر الله، قلوبهم وجودهم لذكر الله، وكذلك أيضا يخشعون، ولكن عندهم ثبات ما يصبهم الصعق. والنبي صلى الله عليه وسلم له يسمع لصدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء، وأبو بكر رضي الله عنه لا يملك عينيه إلى قراءة القرآن، لكن معهم ثبات. لكن وكان في التابعين من وجد التابعين من يسقط ويغشى عليه ويموت. سنة هذا زرارة بن أوفاء أنه مات. قال: وقد روينا عن زرارة. بس قال في التخريج: أخرجه أبو نعيم والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. بس روينا. نعم، وقد روينا عن زرارة. نعم. وما ورد شيخنا عن عمر رضي الله عنه أنه كان يمرض بسبب الآيات، أنه إذا سمع بعض الآيات أحيانا يمرض حتى يعاد صحة عنه. ورد صحة عنه، لكنه يعني ما وصل إلى حد الصواعق يغشى عليها. نعم.
صلى الله عليه. ذرني ومن خلق رجع يعني مرض عمر. نعم صلى الله. نعم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. يقول تعالى متوعدا لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله وبدلها كفرا وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليها وجعلها من قول البشر. وقد عدد الله عليه نعمه حيث قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا أي خرج من بطن أمه وحده لا مال له ولا ولد ثم رزقه الله تعالى مالا ممدودا أي واسعا كثيرا قيل 1000 دينار وقيل 100,000 دينار وقيل أرضا يستغلها وقيل غير ذلك وجعل له وبنين شهودا. يقول تعالى متوعدا لهذا الخبيث نعم. الذي أنعم الله عليه بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله وبدلها كفرا وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليها وجعلها من قول البشر. وقد عدد الله عليه من نعم وقد عدد الله عليه نعمه حيث قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا أي خرج من بطن أمه وحده لا مال له ولا ولد ثم رزقه الله تعالى مالا ممدودا أي واسعا كثيرا قيل 1000 دينار وقيل 100,000 دينار وقيل أرضا يستغلها وقيل ثم رزقه الله تعالى مالا ممدودا أي واسعا كثيرا قيل 1000 دينار وقيل 100,000 دينار وقيل أرضا يستغلها وقيل غير ذلك وجعل له وبنين شهودا. قال مجاهد لا يغيبون أي حضورا عنده لا يسافرون بالتجارات بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتملى بهم وكانوا فيما ذكره السدي وأبو مالك وعاصم بن عمر بن قتادة 13. أي نعم. ذرني ومن خلقت وحيدة يعني تهديد وعيد يتركني وهذا الوحيد الذي كفر بآيات الله جعلت له مالا ممدودا أعطاه مالا كثيرا مهدت له تمهيدا والمهد يعني إيش مكنت له وبنين شهودا قال ومهدت له تمهيدا لسه ما وصلنا وبنين شهودا ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا نعم يعني يقولون بنين حاضرين بنين وبنين أشرف يعني أطفال أنواع الصنفين أعطاه الله البنين وهم شهود حاضرون ليسوا غائبين هذا من تمام النعمة أن يكونوا شاهدين أن يكونوا شهودا أعطاه مالا ممدود ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد قال كلا يعني قال مهدت له مكن الله له نعم. وقال ابن عباس ومجاهد كانوا 10 وهذا أبلغ في النعمة وهو إقامتهم عنده. ومهدت له تمهيدا أي مكنته من صنوف المال والأثاث وغير ذلك ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا أي معاندا وهو الكفر على نعمه بعد العلم. قال الله تعالى سأرهقه صعودا على العلم وإيش
أي معاندا. نعم. وهو الكفر على نعمه بعد العلم. قال الله تعالى: سأرهقه صعودا. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره، والصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر 70 خريفا ثم يهوي به كذلك فيه أبدا. وقد رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن الحسن بن موسى الأشعري به، ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن دراج كذا قال. وقد رواه ابن جرير عن يونس عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج، وفيه غرابة ونكارة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن المعروف بعلان المقري قال: حدثنا من جاب قال: أخبرنا الشريك عن عمال الدهني عن عطية العوفي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: سأرهقه صعودا. قال: هو جبل في النار من نار يكلف أن يصعده، فإذا وضع يده ذابت، وإذا رفعها عادت، فإذا وضع رجله ذابت، وإذا رفعها عادت. ورواه البزار وابن جرير من حديث شريك. وقال قتادة عن ابن عباس: صعودا صخرة في جهنم يسحب عليها الكافر على وجهه. وقال السدي: صعودا صخرة ملساء في جهنم يكلف أن يصعدها. وقال مجاهد: سأرهقه صعودا أي مشقة من العذاب. وقال قتادة: عذابا لا راحة فيه. واختاره ابن جرير. وقوله تعالى: إنه فكر وقدر أي إنما أرهقناه صعودا أي قربناه من العذاب الشاق لبعده من الإيمان، لأنه فكر وقدر أي تروى ماذا يقول في القرآن حين سئل عن القرآن، ففكر ماذا يختلق من المقال. وقدر أي تروى، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، دعاء عليه. ثم نظر أي أعاد النظر والتروي. ثم عبس أي قبض بين عينيه وقطب، وبسر أي كلح وكره. عبس قطب بين عينيه. نعم. أي قبض بين عينيه. ثم عبس. نعم. أي قبض بين عينيه وقطب، وبسر أي كلح وكره. ومنه قول توبة بن الحمير: وقد رابني منها صدود رأيته، وإعراضها عن حاجتي وبسورها. وقوله: ثم أدبر واستكبر. ثم عبس. نعم. أي قبض بين عينيه وقطب. نعم. وبسر أي كلح، أي كلح وكره. ومنه قول توبة بن الحمير: وقد رابني منها صدود رأيته، وإعراضها عن حاجتي وبسورها. أي حيث. وقد رابني. نعم. وقد رابني منها صدود رأيته، وإعراضها عن حاجتي وبسورها. بسورها. بسورها. وقد راب عن إيش؟ وقد رابني منها صدود رأيته، وإعراضها عن حاجتي وبسورها. يقصد تفسير بسرة. بسرة إيش؟ بسرة كلح. أي كلح وكلح. قبض ما بين عينيه كلح. نعم. ثم قال هذه المقال كفرية. قال هذا البيت استشهد على بسرة. نعم. نعم. وقوله: ثم أدبر واستكبر، أي صرف عن الحق ورجع القهقرى مستكبرا عن الانقياد للقرآن، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر،
أي هذا سحر ينقله محمد عن غيره ممن قبله ويحكيه عنهم، ولهذا قال إن هذا إلا قول البشر. أي ليس بكلام الله، وهذا المذكور في هذا السياق هو الوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء قريش لعنه الله، وكان من خبره في هذا ما رواه العوفي عن ابن عباس قال دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة فسأله عن القرآن، فلما أخبره خرج على قريش فقال يا عجبا لما يقول ابن أبي كبشة، فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهدي من الجنون، وإن قوله لمن كلام الله. فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا وقالوا والله لئن صبى الوليد لتصبو قريش. فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال أنا والله أكفيكم شأنه. إيش قبل؟ روى العوفي عن ابن عباس نعم قال دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة نعم فسأله عن القرآن، فلما أخبره خرج على قريش نعم فقال يا عجبا لما يقول ابن أبي كبشة نعم فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون، وإن قوله لمن كلام الله. فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا وقالوا والله لئن صبى الوليد لتصبو قريش. فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال أنا والله أكفيكم شأنه، فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال للوليد ألم تر إلى قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ فقال ألست أكثرهم مالا وولدا؟ فقال أبو جهل يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه. فقال الوليد أقد تحدث به عشيرتي؟ فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة ولا عمر ولا ابن أبي كبشة. وما قوله الرسول صلى الله عليه وسلم يمسكونه إلى جد غامض جثر الله نعم يعيرون نعم ولابن أبي كبشة وما قوله إلا سحر يؤثر. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله لا تبقي ولا تذر. وقال قتادة زعموا أنه قال والله لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس بشعر، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو وما يعلى عليه، وما أشك أنه سحر. فأنزل الله فقتل كيف قدر الآية. ثم عبس وبسر عمر رضي الله عنه وهم أبي شيبة من طريق الحسن قال كان عمر بن الخطاب يمر بالآية في ورده فتخنقه فيبكي حتى يسقط حتى يلزم بيته حتى يعاد يحسبونه مريضا. شدة التأثر نعم ولو مهدت له تمهيدا كذا عليها نعم مهدت له تمهيدا أي مكنتهم من صنوب المال والعداد وغيرها نعم التمكين نعم ثم يطبع لذلك الرجل المزج نعم بسم الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سعود على قال اسم من أسماء إيش اسم من أسماء النار صوفق وصعودة صعودة إيه جبل بالنار قول واحد وقول الثاني قال جبل من النار من كان لها ضعيف طبعا وبماذا كان نفس الشيء من البزار جبل بالنار بالنار مكلف أن يصعده هذا قال عليه كل سنة ضعيف
وقال ابن عباس صخرة في جهنم يسحب عليها الكافر على وجهه. الله عليه. وقال السدي صعدا صخرة مساء. وقال المجاهد مشقة من العذاب. وقال قتادة عذابا لا راحة فيه. واختار المجاهد. لا لا صخرة غير صخرة، المهم أنه معذب بالسماء صلى الله في نار. إنه فكر وقدر، فكر ماذا يقول، ثم قدر كيف قدر، ثم نظر تأمل، ثم عبس وبصر، ثم أدبر استكبر، فقال في النهاية إن هذا إلا سحر يؤثر. لما غضب عليه قومه ليرضيهم. نعم نعم. قوله تعالى ثم عبس وبصر فقبض ما بين عينيه وكلح. نعم. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى قال أخبرنا محمد بن ثور عن معمر عن عباد بن منصور عن عكريمة أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام فأتاه فقال أي عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال لما؟ قال يعطونكه فإنك أتيت محمدا تتعرض لما قبله. تعرض صلى الله عليه وسلم. تعرض ليش؟ عندي ما شتك لما قبله أو لما قبله قبله أو شو الثاني لما هذا وضعه تعرض لما هكذا قال لما، لكن هل لما لما سأتي بعدها. نعم أحسن الله إليكم. فإنك أتيت محمدا تتعرض لما قبله أو قبله. قال قد علمت قريش أني أكثر قبله قبله تعرض لما قبله لما عندها. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال قد علمت قريش أني أكثرها مالا. قال فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما قال وأنك كاره له. قال فماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من ذلك، والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه ليعلو وما يعلى. قال والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه. قال فدعني حتى أفكر فيه. فلما فكر قال هذا سحر يأثره عن غيره. فنزلت ذرني ومن خلقت وحيدا حتى بلغ 19. وقد ذكر محمد بن إسحاق غير واحد نحو من هذا. وقد زعم السدي أنهم لما اجتمعوا في دار الندوة ليجمعوا رأيهم على قول يقولونه فيه قبل أن يقدم عليهم وفود العرب للحج ليصدوهم عنه، فقال قائلون شاعر، وقال آخرون ساحر، وقال آخرون كاهن، وقال آخرون مجنون، كما قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كل هذا والوليد يفكر فيما يقول فيه، ففكر وقدر ونظر وعبس وبصر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال الله عز وجل سأصليه سقر، أي سأغمره فيها من جميع جهاته. ثم قال ما أدراك ما سقر، وهذا تهويل لأمرها وتفخيم. ثم فسر ذلك بقوله لا تبقي ولا تذر. ومن أسماء النار سقر سأصليه النار، وما التفخيم وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تبقي شيئا ولا تذر شيئا. نعم. ثم فسر ذلك بقوله لا تبقي ولا تذر، أي تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم، ثم تبدل غير ذلك، وهم في ذلك لا يموتون ولا يحيون،
قاله ابن بريدة وأبو سنان وغيرهما. وقوله لواحة للبشر قال مجاهد للجلد. وقال أبو رزين تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود من الليل. وقال زيد بن أسلم تلفحه لفحة فتدعه أسود من الليل. أشد سواد من الليل. نعم إنه سواد أو ظلمة. نعم أحسن الله إليكم. وقال زيد بن أسلم تلوح أجسادهم عليها أو تلوح. وقال قتادة لواحة للبشر أي حراقة للجلد. وقال ابن عباس تحرق بشرة الإنسان. وقوله عليها 19 أي من مقدم الزبانية عظيم خلقهم غليظ خلقهم. وقد قال ابن حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني حريث عن عامر عن البراء في قوله عليها 19 قال إن رهط من اليهود سألوا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خزنة جهنم فقال الله ورسوله أعلم. فجاء رجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عليه ساعة إذ عليها 19 فأخبر أصحابه وقال ادعهم أما إني سائلهم عن تربة الجنة إن أتوني أما إنها درمكة بيضاء. فجاءوا فسألوا عن خزانة جهنم فأهوى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الإبهام في الثانية ثم قال أخبرني عن تربة الجنة. فقالوا أخبرهم يا ابن سلام. فقال كأنها خبزة بيضاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن الخبز إنما يكون من الدرمك. أعيد النص. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا حريث عن عامر عن البراء في قوله تعالى عليها 19 قال إن رهطا من اليهود سألوا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خزنة جهنم فقال الله ورسوله أعلم. فجاء رجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عليه ساعة إذ عليها 19 فأخبر أصحابه وقال ادعهم أما إني سائلهم عن تربة الجنة نتوني أما إنها درمكة بيضاء. فجاءوا فسألوا عن خزانة جهنم فأهوى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الإبهام في الثانية ثم قال أخبروني عن تربة الجنة. فقالوا أخبرهم يا ابن سلام. فقال كأنها خبزة بيضاء. صلى الله عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن الخبز إنما يكون من الدرمك. درمك فسد درمك الطحين الأبيض. نعم نعم هكذا وقع عند ابن أبي حاتم عن البراء والمشهور عن جابر بن عبد الله كما قال الحافظ أبو بكر البزار. حدثنا منده قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا سفيان ويحيى بن حكيم. حدثنا إيش؟ صلى الله عليكم. نعم. هكذا وقع عند ابن أبي حاتم عن البراء والمشهور عن جابر بن عبد الله كما قال الحافظ أبو بكر البزار. حدثنا منده قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا سفيان ويحيى بن حكيم قال حدثنا سفيان عن مجارد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد غلب أصحابك اليوم. فقال بأي شيء؟ قال سألتهم يهود هل أعلمكم نبيكم عدة خزانة أهل النار؟ قالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أفغلب قوم سئلوا عما لا يدرون فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا علي بأعداء الله لكنهم قد سألوا نبيهم أن يريهم الله جهرة فأرسل إليهم فدعاهم فقالوا يا أبا القاسم كم عدد خزانة أهل النار؟ قال هكذا وطبق كفيه ثم طبق كفيه مرتين وعقد واحدة وقال لأصحابه إن سئلتم عن تربة الجنة فهي الدرمك. وقال لأصحابه إن سئلتم عن تربة الجنة فهي الدرمك فلما سألوا فأخبرهم بعدة خزانة أهل النار قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تربة الجنة فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا خبزة يا أبا القاسم فقال الخبز من الدرمك. صحيح تقيق له. وهكذا رواه الترمذي عند هذه الآية عن ابن أبي عمر عن سفيان به وقال هو والبزار لا نعرفه إلا من حديث مجالد وقد رواه الإمام في ضعف. وقد رواه الإمام أحمد عن علي بن المديني عن سفيان فقص الدرمك فقط. وما جعلنا أصحاب النار إلا من لا يصفها وعيد المشركين الذين لم يؤمنوا بهذا القرآن وصفوا بهذه الأوصاف وعلى رأسهم الوليد قال ذرني ومن خلقت وحيدا يعني اتركني هذا تهديد خلقه الله وحيدا وجعلت له مالا مدودا وسع الله في المال وجعلت له مالا مدودا وبنين شهودا حاضرين كل هذه من النعم اللي أعطاه الله ومهدت له تتمكن له ثم يطمع نزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا معاند مستكبر لم يؤمن عناد وهو يعلم أنه كلام الله حق تهدده بملازمته للعذاب سأرهقه صعودا بين حاله أنه فكر وقدر ثم قتل يعني لعن كيف قدر ثم نظر تأمل ثم عبس خطب ما بين عينيه بس ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر للرأي قومه هو يعلم أنه كاذب إن هذا إلا سحر يؤثر توعده الله سأصله سقر ويسمع النار وما ذاك سوى تقيم لها وما ذاك ما استقر لبواحة للبشر عليها 19 يعني لبواحة للبشر تلفح البشر وتلوحها بشرة الجلد عليها 19 ابتلاء وامتحان جعل عدتهم كما وما جعلنا إلا فتنة للذين كفروا والواحد من هؤلاء يلقي ما شاء الله في النار أعطاه الله القوة قوة الملائكة ليسوا كغيرهم ولهذا أن أبا جهل استهزأ فقال أنا أكفيكم كذا من العدد وكفوني كذا من السخرية فهذا فجعل هذا الفتنة الذي كفروا كما أخبروا. نعم لحم معين في خلاف من قال يجوز من ما قال منع من ما جاز إذا اشتد على المشروع الجمهور أنه يلعن بالعموم لا بالخصوص إلا يشتد على فلا بأس. نعم إذا عرف أنهما تعالى كفر لا بأس. نعم أحسن الله إليكم. قال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو
وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. يقول تعالى وما جعلنا أصحاب النار أي خزانها إلا ملائكة أي زبانية غلاظا شدادا. وذلك رد على مشركي قريش حين ذكر عدد الخزنة. فقال أبو جهل يا معشر قريش أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم. فقال الله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أي شديد الخلق لا يقاومون ولا يغالبون. وقد قيل إن أبا الأشدين واسمه كلدة بن أسيد بن خلف قال يا معشر قريش اكفوني منهم اثنين وأنا أكفيكم 17 إعجابا منه بنفسه. وقد كان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة ويجاذبه 10 لينتزعوه من تحت قدميه فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه. لماذا يضع جلد البقرة؟ لقوته. ها؟ لقوة. اختار الجلد لماذا؟ لعل لصلابته لعل. يعني يمسك، كان يمسك بقدميه. إنه كان يقف على جلد البقرة يحطها ويقف عليه. نعم. ويجاذبه لعله يشدون الجلد من تحت رجليه العشر وما يتحرك. تمزق. حتى يقطع الجلد. اللهم استعان. سلام امتحان. نعم. الله الملائكة خلقتهم عظيمة. نعم. سبحان الله. قال السهيلي وهو الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصارعته وقال إن صرعتني. دعا رسول الله. أنا ظننت أنه رسول دعا أحدا أن يصارعه. قد تحتمل. لا هو الذي دعا رسول الله. وهو الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصارعته وقال إن صرعتني آمنت بك. نحصل إليكم. نعم. وقال إن صرعتني آمنت بك. فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا فلم يؤمن. قال وقد نسب ابن إسحاق خبر المصارعة إلى ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب. إلى ركانة بن يزيد ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب. ركانة ركانة بن يزيد بن عبد المطلب. نعم. ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب. نعم. قلت ولا منافاة بين ما ذكراه والله أعلم. هذا وهذا كلا وقعني. نعم. وقوله تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا أي إنما ذكرنا عدتهم أنهم 19 اختبارا منا للناس ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أن يعلمون أن هذا الرسول حق فإنه نطق بمطابقة ما بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله. وإزداد الذين آمنوا إيمانا أي إلى إيمانهم أي بما يشهدون من صدق إخبار نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض أي من المنافقين والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا أي يقولون ما الحكمة في ذكر هذا هاهنا. قال الله تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء أي من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام ويتزلزل عند آخرين وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وقوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو أي ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى
لئلا يتوهم متوهم أن ما هم 19 فقط، كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة من الفلاسفة اليونانيين ومن تابعهم من الملتين الذين سمعوا هذه الآية. اللذين اليهود والنصارى. نعم الذين سمعوا هذه الآية. نعم. وليش؟ أو تقول الذين يعني قال هذا ثلاثة اليونان. نعم. ومن ليش؟ كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة من الفلاسفة اليونانيين. نعم. ومن تابعهم من الملتين الذين أو الذين سمعوا هذه الآية، فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة والنفوس التسعة التي اخترعوها دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاها فأفهموا صدر الآية وقد كفروا بآخرها، يعني وهو قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم يعني أخذوا 19 العقول والعشرة والنفوس تسعة وتبع هذه المقالة منهم الملتين أتباع من اليهود والنصارى ولم يؤمنوا بآخرهم على وجود ربك إلا هو من وجود الله لا أعلم عدهم إلا هو. نعم يعني كان أخذوا بزعمهم بأول الآية وكفروا بآخرها شو فآمنوا فأفهموا صدر هذه الآية وقد كفروا بآخرها فأفهموا. نعم وهكذا ضبطها محسن لا هن في نسخة قال فما فهموا في نسخة أخرى قال فما فهموا صدر الآية ولا آمنوا ثم قال وقد كفروا بآخرها فما فهموا هذه نسخة أخرى لكن ضبطها هكذا فأفهموا أو فأفهموا لعل فأفهموا يعني أرجع فأفهموا صدر الآية فأفهموا الصدر وكفروا بآخرها قريب لهم ما فهموا صدر الآية وكفروا بآخرها ليس ببعيد فلم يفهموا صدر الآية ولم يؤمنوا بآخرها. نعم وقد ثبت في حديث الإسراء المروي في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة فإذا هو يدخل في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا أسود قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم المهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا عليه ملك سارد لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرشات ولا خرجتم من الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. فقال أبو ذر والله لوددت أني شجرة تعضد. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث إسرائيل. وقال الترمذي حسن غريب ويروى عن أبي ذر موقوفا. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا خير بن عرفة المصري قال حدثنا عروة بن مروان الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا. نعم. السلام عليكم. حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم وضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات. هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أو أن الله ثبته؟ فعل؟ يعني هذا الحق في حق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تعلمون ما أعلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمه ربه ما يكون، وهو أعلم الناس بربه وأخشاهم وأتقاهم له، وهم لم يصلوا إلى الخشية التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم. حق في حقه العلم، العلم والخشية والتقى، وهم لم يصلوا إلى هذا، لا العلم والخشية والتقى. في هذه الآية الكريمة في قال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. لما استهزأ الكفار بعدد الملائكة قال أخبر الله فتنة ابتلاء وامتحان، فهم ما جعلنا إلا ملائكة ليسوا آدميين. ملائكة قدرتهم عظيمة، لا تظنوا أنهم كالآدمي الواحد منهم خلقته يأخذ الآلاف المؤلفة يقيم في النار. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ابتلاء وامتحان. ثم بين من الحكم قال: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتب الذين أوتوا الكتاب ومؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. حكم: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب لأن يوافق ما عندهم فيتيقنوا أنه كلام الله، ويزداد الذين آمنوا إيمانا والمؤمنون المصدقون يزدادون إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب ولا يرتاب الذين ويزول الشك على أهل الكتاب وعلى المؤمنين فلا يصرمون. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون، يقول المنافقون والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ما يجب بهذا العدل. أخبر الله أنه تعالى له الحكمة: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يضل من يشاء بعدله وحكمته ويهدي من يشاء بفضله ورحمته. وما يعلم جنود ربك إلا هو، جنود الله وملائكة الله لا يحصيهم ولا يعدهم إلا الله ولا يعلم قوتهم إلا الله، وما هي إلا ذكر البشر. هذه موعظة. نعم. وقد قال محمد بن مصر المروزي في كتاب الصلاة: حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز عن حكيم بن حزام قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إذ قال لهم: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط، وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد. وما تلام أن تئط، نعم، يعني لا لوم عليها كثرة الملائكة الذين فوق الله. نعم. وقال أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزة. كلها دل على كثرة الملائكة الأثر السقى. نعم. وقال أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي قال حدثنا عبيد بن سليمان الباهلي قال سمعت الضحاك بن مزاحم يحدث عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم، وذلك قول الملائكة، وما منا إلا وله مقام. وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون. ولا قول ما من موضع. أحسن الله إليكم. أول حديث: ما من
عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم وذلك قول الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وهذا مرفوع غريب جدا. رواه عن محمود بن آدم عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن مسعود أنه قال إن من في السماء إن من في السماوات إما سماء ما فيها موضع شبر إن إيش إن من في السماوات أو إن من أي إن من إن من السماوات أنا قلت من في نعم إيه؟ إن من السماوات سماء ما فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدماه قائمة. ثم قرأ وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. الله أكبر كثرة الملائكة ولا مجد ربك إلا هو. نعم صلى الله عليكم. ثم قال حدثنا أحمد بن سيار قال حدثنا أبو جعفر محمد بن خالد الدمشقي المعروف بن أمه قال حدثنا المغيرة بن عثمان بن عطية من بني عمرو بن عوف قال حدثني سليمان بن أيوب من بني سالم بن عوف قال حدثني عطاء بن زيد بن مسعود من بني الحكم قال حدثني سليمان بن عمرو بن الربيع من بني سالم قال حدثني عبد الرحمن بن العلاء من بني سعيدة عن أبي عن أبيه العلاء بن سعد وقد شهد الفتح وما بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لجلسائه هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا وما تسمع يا رسول الله؟ قال أطت السماء وحق لها أن تئط إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد. وقال الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وهذا إسناد غريب جدا. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي قال حدثنا عبد الملك بن قال حدثنا عبد الملك بن قدامة عبد الملك بن قال عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن عمر جاء والصلاة قائمة ونفر ثلاثة جلوس أحدهم أبو جحش الليثي فقال قوموا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام اثنان وأبى أبو جحش أن يقوم وقال لا أقوم حتى يأتي رجل هو أقوى مني ذراعين وأشد مني بطشا فيصرعني ثم يدس وجهي في التراب. قال عمر فصرعته ودسست وجهه في التراب فأتى عثمان بن عفان فحجزني عنه فخرج عمر مغضبا حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما رأيك يا أبا حفص؟ ما رأيك؟ فقال ما رأيك يا أبا حفص؟ فذكر له ما كان منه فقال رسول الله ما رأيك ولا ما رابك؟ والله هكذا ضبطها ما رأ هو عندي شكلها بفتح الياء وهذا لعله خطأ ها؟ ضبطها بالهمزة ما رأيك محتمل ما رأيك أو ما رأيك طيب شو بعده نعم. فذكر له ما كان منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما صار منه هذا يعيدنا على رأبك نعم صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رضا عمر رحمة والله لوددت أنك جئتني برأس الخبيث. فقال عمر يوجه نحوه فلما أبعد ناداه فقال اجلس حتى أخبرك بغنى الرب عز وجل عن صلاة أبي جحش إن لله في السماء الدنيا ملائكة خشوعا لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة فإذا قامت رفعوا رؤوسهم ثم قالوا ربنا ما عبدناك حق عبادتك وإن لله في السماء الثانية ملائكة سجودا لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة
فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فقال له عمر وما يقولون يا رسول الله؟ فقال أما أهل السماء الدنيا فيقولون سبحان ذي الملك سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. فقال عمر يا رسول الله فكيف بالذي كنت علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ فقال قل هذا مرة وهذا مرة. ما الذي علم في صلاتي عمر؟ يقول عمر النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فكيف بالذي كنت علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ نعم. فقال قل هذا مرة وهذا مرة. وكان الذي أمره به أن يقول أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. وهذا حديث غريب جدا، بل منكر نكارة شديدة. وإسحاق الفروي روى عنه البخاري، وذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه أبو داود والنسائي والعقيلي والدارقطني. وقال أبو حاتم كان صدوقا إلا أنه ذهب بصره فربما لق، وكتبه صحيحة. وقال مرة هو مضطرب، وشيخه عبد الملك بن قدامة أبو قتادة الجمحي تكلم فيه أيضا. والعجب من الإمام محمد بن نصر كيف رواه ولم يتكلم عليه، ولا عرف بحاره، ولا تعرض لضعف بعض رجاله، غير أنه رواه من وجه آخر عن سعيد بن جبير مرسلا بنحوه، ومن طريق أخرى عن اسمه النكارة فيه. لعله الكلام السماء الأولى والثانية والثالثة، لكن السماء الأولى والثانية مش فيه، الأولى فيها إيه؟ هو موضوع التفصيل، وبعدين قل هذا مرة وهذا مرة، يعني موضوع الدعاء، يعني ما والقصة التي حصلت أنه دس وجهه في التراب وضربه، كلها حديث واحد في السماء الأولى كذا وفي السماء الثانية. لعله هذا ورد في الصحاح شيخنا، أليس كذلك؟ يعني ورد في الصحيح في هذا في شيء، يعني لعله النكارة في بعض ألفاظه من هذا الأمور. قالوا فيه نكارة، العجب من استنكره جدا الحافظ. العجب من إيش؟ من كتابه في الصلاة. العجب نعم، قال والعجب من إمام محمد بن نصر كيف رواه ولم يتكلم عليه. ابن نصر المروزي، يعني الروايات كلها من ساقه كلها من كتاب ابن نصر المروزي في كتاب الصلاة. يعني يتكلم في الصلاة. الله على ذلك لو دفن جئت لدراسة خبيث من هذا قول رسول الله. ألفاظه كلها. نعم في مواضع غالب ألفاظه فيها. النكارة في مواضع متعددة. نعم. إيش بعده؟ قال حدثنا عبد الله بن ساق رواية أخرى ثم يقف على رأس آية أو كذا. طيب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال أخبرنا النضر قال أخبرنا عباد المنصور قال سمعت عدي بن أرطات أو عدي بن أرطات وهو يخطبنا على منبر المدائن قال سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائص من خيفة أو ترعد شكل خطأ إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي وإن منهم ملائكة سجودا منذ خلق الله السماوات والأرض لم يرفع رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة وإن منهم ملائكة ركوعا لم يرفع رؤوسهم منذ خلق الله السماوات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهذا إسناد لا بأس به. بعده قوله تعالى وما هي إلا ذكرى للبشر. الله الجميع رزق الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. أما بعد، فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة المزمل: ثم قال الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، أي تارة هكذا وتارة هكذا، وذلك كله من غير قصد منكم، ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من قيام الليل. أي تارة هذا وهذا؟ أحسن الله إليكم. أي تارة هكذا وتارة هكذا، وذلك كله من غير قصد منكم، ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من قيام الليل، لأنه يشق عليكم. ولهذا قال: والله يقدر الليل والنهار، أي تارة يعتدلان، وتارة يأخذ هذا من هذا وهذا من هذا. علم أن لن تحصون. تارة هكذا وهكذا، إشارة إلى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، إلى هذا وهذا. والله يقدر الليل والنهار. والله يقدر الليل والنهار، يعود إلى تقدير الليل والنهار. نعم، هو قال: ولهذا قال: والله يقدر الليل والنهار، أي تارة يعتدلان، وتارة يأخذ هذا من هذا وهذا من هذا. قبل أول ما قرأت ثم قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، أي تارة هكذا وتارة هكذا. هذا قبل والله يقدر الليل والنهار، تركا هكذا واحد. أدنى من ثلثي ونصفه وثلثه وطائفة منه، يعود إلى يمكن الأدنى والنصف والثلث. نعم. إن ربك ها نعم. نعم. أي تارة هكذا وهكذا يعود على الثلث والنصف.